السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في ميكانيكي دياغنوستيك مراكش. فيديو جديد، فيديو غادي نعطيكم فيه معلومات المشكل اللي تيوقع في لابواطا فيتاس سات غابوا فولز واغن. ملي تنقول فولز واغن توليت تنهضر على الجولف سات، تنهضر على النوفو، تنهضر على 2015 اللي هتجي. تيغوان توران تيوقع واحد المشكل ديال لابواطا فيتاس، تيوقع فيها مشكل، تتكون الطومبيل ما بيها ما عليها، حتى تتولي الطومبيل تتغطي لي فيتاس، تدوز البروميان، تدوز التروازيام، بروميان تدوز من بروميان التروازيام، تدوز السانكيام ساتيام. هاد المشكل اولا تتعاني منو فولكس فاغن مؤخرا، بزاف ديال الناس طاحو فيه. انا هضر مدان هذا، دازو عندي 6 تاع لي تيغوان بالضبط، 6 تاع لي تيغوان دازو عندي، شي من مراكش، شي من صويرة، شي من اسفيو، واليوم اليوم بالضبط وحده صيفطها اليوم انا تكتيت الحمد لله، كانت مكازا مولا جا طلع لوريكا وقع لي المشكل. كاين المشكل اللي تيبان تتسخن الطوموبيل، تتحيد لك مشاريال، ما بقاش دوز مانيوال، كطلع لك واحد البوله فيها بوطا فيتاس مود سوكو. تنوضو الناس يبدو تيبدلو الزيت، يقولو ما تجي الناس العارفين تيقولو راه الزيت يبدل الزيت، ما تيمشيش للمشكل، ما تيمشي لك المشكل. كانوا مسكين كاين اللي تيبدل كومبلي لا بواطا فيتاس، وما خصكش تبدل كومبلي بواطا فيتاس. كاين اللي تيمشي يجيب هاد الجروب كله، هاد الجروب اللي بينا نركبو دابا كله، ما تبدلش الجروب كله، عندك المشكل. انا نقول لك المشكل، سير صوب مع راسك، ما كاينش المشكل، سير الله يستر، ما عندناش المشكل حنا، غير الغادي تقدا. المشكل عندك في الكالكيلاتور ديال لا بواط، تيقول لها البلاستيكا يا الاش يا جي، وحده فهادو تيكون فيهم في ريفيرونس اش ولا جي بوش، ما علينا. تينوضو الناس يبداو تيبدو داكشي، لا عندك مشكل في الكالكيلات. وانا نقول لك واحد الحاجه، تمشي تلقاها في الدياغنوستيك مغمض عينيك، غدير دياغنوستيك غادي يطلع لك ترانسميتور دو بوزيسيون ومغياج، يا ال ان يا د، فهمتيني كيفاش؟ هذا هو الديفو اللي بغيتي تلقى، ما غاديش تلقى شي حاجه اخرى، ما غاديش تلقى. ولا كان تنزدح وتلقى لي رابور، امتى تنكون عندنا مشكل حنا في الزيت هو تيكون الزديح، فهمتي كيفاش؟ تكون الزيت ناقصة ولا زيت مات ولا شي حاجة، ديك الساعة تيكون عندنا المشكل ديال الزيت. زيدك هاد المعلومة هادي، قول ربي زيدني علما، ما علينا. حنا عندي هنايا راه جوج تيكوانات اللي كاينين في هاد الفيديو هذا، كاين وحدة عمارة بلاد، وكاين وحدة ايرلاين برانية اونبورتينا، يعني المشكل ماشي حكر على البلاد ولا على، المشكل تيوقع فيهم كلهم، ما علينا. كتنوض سيجي كتمشي تدي الطومبيل، سي جابها ليا مبدل الزيت، مبدل قال لك اودي راه ما خليت، راه نزلوا ليا داروا ليا، ما مشاش لا مشكل. كنجيبو كالكيلاتور، كنركبو كالكيلاتور، كنبروغراميو كالكيلاتور، عطي الطومبيل دور سي الله ما يسير، ما عندكش فين توتر، دير هادشي اللي قلت لك وسير قضي غرض الله يسر لك. ما تبقاش فهمتي، ما تضيعش الوقت ديالك، وما تضيعش المال ديالك، وما تضيعش الجهد ديالك. هادشي هو اللي تيكون، كتجيب كالكيلاتور وما تركبش القديمة، اياك ثم اياك تركبها قديمة، تركبها جديدة، جديدة حيت شي يموتو فيها لي سونسور تيموتو فيها، دوك لي ترونسميتور ديال بوزيسيون دومبرياج هما لي تيموتو فيها، كاينين جوج، كاين الان ود، هما لي تيموتو فيها. ما تركبش القديمة، بغيتي تضيع الوقت ركبتي القديمة، ضرب لي ضربات وتعاود ترجع ليك. وهاد المشكل ماشي شي حكر مثلا على شي كيلومتراج، سيرتان كيلومتراج لقيتها مضروبة في 57000، لقيتها مضروبة في 90000، لقيتها مضروبة في 130000، لقيتها مضروبة في 150000، لقيتها مضروبة في 200000، فهمتي كيفاش؟ المهم الإنسان يرد البال في هاد الأمور هادو، ومغاديش تبدل كي تيمشي تيجيب كروب كومبلي يطرو ليك، حيتاش في لاميزون متيبيعوش في لاميزون متيبيعوش ليك البلاستيكا بواحد مبيعهاش، تيبيعها ليك بكروب وساكوت شيغ، فهمتي كيفاش؟ ساكوت شيغ، راه فايتة جو بونس فيها 6000 درهم بالجروب ديالها هنا في لاميزون، وعلى برا دايره شي 14000 درهم بالجروب هيدروليك ديالها. لا حنا متمدوش داكشي، بلاستيكا تنجيبوها تدوز من مجموعة من المراحل ديال البروغراماسيون، تركبوها ندوزها لي زادابتاسيون ديالها، غتجيبها جديدة تركبها ما تديمارش ليك، لأن فيها لونت ديماراج، مغاديش ديماري ليك. اللي تجيبها تزرع جديدة تركبها هكاك ديريك، ماراش دي مالك فيها لونتي دي ماراش، تيخصها واحد البروغراماسيون. هادشي تيبغي سبيسياليتي واحد شوية، ماشي الطوطوناج، لأن راه البواطا فيتاس أوتوماتيك هاديك، ماشي
اي حاجه فهمتي كيفاش؟ باغي الناس اللي يكونوا سبيسيال اللي تيركبوا هاد الامور، وطالنا الله الناس سبيسيال في هاد الامور هادو، كاينين دراري تبارك الله ناضين في هاد الامور هادو، ماشي زعما تنقول لك حكر عليا انا اللي تركبها، كاينين دراري تبارك الله ناضين في هاد الامور، تيدور في هادشي. حنا راه عندنا تنديرو فيها بالضبط، تنبداوها مع الصباح العشية تتسالي، هادي راه بديتها اليوم، هادي بالضبط اللي خدامين فيها راه بديتها اليوم مع الصباح. سيد باساجي عندنا في مراج وقع لينا مشكل، الحمد لله كان ميسر وكنا ميسرين حتى حنايا، قدينا الغرض ديالو اللهم لك الحمد، مشى السيد مشى ناشط الحمد لله، ومشينا حتى حنا ناشطين الحمد لله، حداش قادينا. وقلت لك هاد رمضان هذا راه ستة تاع لي تيغوان من 2015 اللي جي فيهم المشكل، تيعاني من هاد المشكل. كاين البلاستيكا مولات 10 الفيشات، وكاين البلاستيكا مولات 8 الفيشات، وكاين العرش، وكاين الجي تخدم بالريفيرونس باش كتخدم، والريفيرونس كاين اللي تيحل بواط عاد تيجبدو، حنا تنجبدوه بالدياغنوستيك، تطلعو بالدياغنوستيك الريفيرونس. المهم دي زيتاب تيخص الانسان يكون دايزين عليه باش يعرفو، فهمتي كيفاش؟ ما يكون معلوماتش واحد الشباب دابا ليك طومبل خرجت لليسي، انا خرجت بيها لليسي، انا 180 في الطريق، الكليون معايا باش يشوف. هادي التيكوان، هادي هي العامرة، هادي دابا نوريكم تفاصيل السيد الار تا هي غادية الحمد لله اللهم بارك، داكشي زوين. خرج معايا الكليون، خرجت بيها تا البنكريرة وعاود رجعت، غادي الطومبيل شديت بيها 140 150 160 180، راه هي 180 عندك تما كاين يضو باش الانسان يتاكد. الله يكون في العون، الانسان حاط رزقو تما، تمشي نديه معايا تنعطيه سوق، شوف الطوموبيل المسائل فهمتي، حيت داكشي راه ما ماشي اللعب، خص الامور تكون مضبوطة. راه غادي بيها تبارك الله، راه وتدور تما دو ليتر تبارك الله، تدور الطوموبيل. وهاديك الار على ذكر ديك الاير تبارك الله، فيها واحد الموتور اير حره، ماشي باك اير حره، واحد الموتور فيها نيرفوز اللهم بارك. هي بدا اي بدا بان دابا، هي الاخرى اللي بدا بان دابا، هي بدا طلع دابا التيك توك الدراري الشباب ديالي. المهم علينا، ها هي الاير، هي تاهي تبارك الله ناضيه ناضيه، طوموبيل خلاتني بلا عقل. الاير عامره شي حاجه العربه، حاجة واعرة. هادي تاهي التيسرات الحمد لله، كازاوية، هادو بجوج بيضاوية جاو عندي من كازا، هادو بجوج جات وحدة من أسفي، جات وحدة من الصويرة، وحدة عندنا جوج في مراكش، جوج في مراكش تا هما. المهم كلشي مشى، ولكن الجديد القديم لا، ما تركبش القديم، وياك ثم إياك تمشي تركب شي بلاستيك قديم، والله حتى تندم أقسم بالله. ها كنقول لك ما علينا، هادشي اللي طلع الإخوان، نتمنى نكون كنت مفيد. نشوفكم فيديو واحد اخرى كيما رغبت بزاف، حيتاش تبان لي المفيد، اما في ضجر ما نصوروش. نشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.